إذا فعاليات المجتمع المدني اليوم عبرات في الوقفة ديالها على المنتزه ديال باب بوعماير اللي رجع بالأداء، واللي هذا المنتزه اللي مصوب بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبجماعة مكناس باتفاقية شراكة، إلا أن كنتفاجئوا في التفويت ديالو لطرف واحد الجمعية اللي رضاتو قهوة وريستورا، واللي هذا الشيء عيب وعار. كيف يعقل أن جمعية نجيو نفوتوا لها واحد المرفق عمومي اللي كيستغلوا سواء الأطفال ولا الشباب ديال المنطقة أنهم يوجهوا لك متنفس ديال باب بوعماير ولا ديال ساكنة مدينة مكناس، أن هذا المرفق هذا ترجع فيه ريستورا وقهوة، وكذلك يرجع حتى الدخول ديال هذا المرفق العمومي اللي هو منتزه بالأداء. إذن فعاليات المجتمع المدني اليوم كتستنكر كاع الناس اللي متورطين في مثل هذه المشاريع هادو اللي كيساهموا في الفساد وكينخروا مدينة مكناس، وشكرا.